المصبح أول الفجر يقول قصة عباس لسه وطب عليها جذب سيفه وقف ما بين ايديها شالت راسها وشافت وليها سلم وفي وجه زينب تبسم راحت يا هلا بجيتك يا عباس يا راعي الشور يا تشاس بالنومات اشوفك بالدرع معلم وبالطاس واشوف انك بجيتك هاي مهتم قال لها وعليها شبح عينه نريد السفر يختم المدينه اخونا اهل العراق مكاتبينه وليهم بالسفر اليوم عزم يلا سيعدلي بدنا اروح وياك انا يا ابو فاضل يلا لازم تطلعين وياي والله ما يطلع اذا ما انت تقدمين يا زينب